ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فهم. مرحبا بكم ناس الكل، انتوما تسمعوا في اذاعه الحياه فهم، هذا موعد جديد من غيكاب ميدي. من توا حتى لساعتين نحكيوا على اخر المستجدات على الساحه المحليه والوطنيه وكذلك الدوليه، ساعتين كاملين نرجع فيهم على ابرز الاخبار. تنجموا تسمعونا على 93 على البوندا فهم ولا على الباج فيسبوك نتاعنا اذاعه الحياه مقابله بالفرنسي الحياه فهم، او بيان على اللايف ستريمينغ الحياه فهم .net. رحب بفريق العمل معايا لليوم، أمنة بوخيت في الإخراج التقني، عبير أتويتي في الديجيتال، معكم سهام حمدي في غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين. غيكاب ميدي. غيكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فهم. شنو يستنى فيكم لليوم في غيكاب ميدي؟ باش نحكيو على احتفالات ليلة 27 من رمضان في ولاية القيروان. شنو عندنا كبرمجة أبار البرمجة الخاصة على إذاعة الحياة فهم؟ باش نحكيو على البرمجة يعني في المعالم الدينية في مدينة القيروان بهذه المناسبة اللي ديما القروان تكون عندها تميز خاص لها الطابع الديني هذايا. سينو زادا باش نحكيو على كلية الأداب برقادة، البارح اجتماع طارئ للمجلس العلمي بكلية الآداب في رقادة. علاش وعلاش وصفته يعني البيان اللي خرج على هذا الاجتماع بالرد على التشويش اللي قاعد يصير على الكلية والبيانات، وإلا يعني شنو تكتب في بعض صفحات التواصل الاجتماعي على بعض المشاكل بين ظفرين في كلية الأداب برقادة. سينو زيدا نحكي على مشروع استثماري ضخم يتم الترويج له تقريبا باش يوفر 500 ألف موطن شغل في تونس. شنو تفاصيل هذا المشروع اللي قيمته 80 مليار دولار باش يصير في تونس؟ باش نرجع لي بأكثر تفاصيل. وعلى صعيد الدولي في ديفيغ نيوز لليوم باش نرجع على الزيارة الضخمة للدبيبة إلى تونس، زيارة مع وفد رفيع المستوى إلى تونس تتواصل أسبوع كامل، باش تكون عنا قراءة إن شاء الله في أبرز النقاط اللي باش تطرق لهم هذه الزيارة. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. كل عادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي. استنى فيكم برمجة خاصة على إذاعة الحياة فهم بمناسبة ليلة 27 من رمضان، اللي رمضان والمناسبات الدينية عندهم طابع خاص جدا في مدينة القيروان وولاية القيروان بصفة عامة. هذاك علاش باش نعرفوا أكثر تفاصيل على التحضيرات على البرنامج في المعالم الدينية في جهة القيروان بهذه المناسبة. هذاك علاش معنا بالتليفون سيد كامل حواس المدير الجهوي لشؤون الدينية في القيروان. سي كامل حواس عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم، أكثر تحية لكل مستمعي قناة الحياة الآن بولاية القيروان. شكرا جزيلا لك سي كمال. لو كانت تعطينا هكا فكرة شنو يستنى معناها في زوار مدينة القيروان وفي أهالي القيروان، وبطبيعة الحال الناس كلها متشوقة شنو باش يصير غدوة، وإلا كان فما برمجة خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في شهر رمضان، شهر الخير والبركات، شهر النور والهداية، شهر صلة الأرحام، شهر الأنوار الإلهية والفيضات الربانية، حيث ازدانت بيوت الله سبحانه وتعالى خلال هذا الشهر الفضيل بجملة من حلقات الذكر وحلقات تلاوة القرآن وصلاة التراويح وحلقات العلم والمعرفة، حيث سجلنا العديد من تدخل العديد من الأساتذة الأئمة الخطباء بإلقاء دروس منهجية لتعليم ناشئتنا وتبصيرهم بأحكام القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قمنا بعديد الأنشطة الجهوية، منها إحياء ذكرى غزوة فتح مكة خلال 8 رمضان، وكذلك إحياء ذكرى غزوة بدر ليل 17 رمضان. ثم يتوج هذه الاحتفالات الجهوية بحلقة
حفل ديني بهيج عقد بجمع عقبة ابن نافع يعني يوم الأربعاء إن شاء الله يعني بعد غد إثر صلاة العصر، حيث ينتظر موكب ديني. هناك حفل يفتتح فيه بتلاوة آيات البيان من القرآن الكريم، كذلك تلقى فيه محاضرة للشيخ الطيب الغزي الإمام الخطيب الأول بجامع عقبة حول من وحي ليلة القدر، إبرازا لأهميتها وقيمتها ودعوة الناس إلى إحيائها، لأنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويتوج هذا الأمر باجتهادات دينية وتوزيع للجوائز المتفوقين في حفظ وتلاوة القرآن الكريم التي نظمته فرع الرابطة الوطنية للمحافظة على القرآن الكريم بجهة القيروان، وتتوج هذا تدعيما ودعوة وتشجيعا لأبنائنا على الإقبال على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه ومدارسته، حتى يكون لهم تأويل جيد لكتاب الله جل وعلا ينحو نحو منحى الاعتدال التوازن والوسطية، نجرب فيه أبناءنا كل أشكال المغالاة والتطرف. لذلك في هذا الشهر الفضيل تتوج هذه الدروس والمحاضرات والمسامرات وأختام القرآن الكريم وأختام الحديثية، وكذلك شرح ختم تلاوة كتاب القاضي عياض الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في رواية الحديث، إبرار لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتذكيرهم بها، حتى يتعلم أبناؤنا النهج السليم والقويم في التعامل مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تفضل سي كمال. حبيت نسألك سي كمال يعني بخصوص يعني الاحتفالات غدوة تنطلق إثر صلاة العصر، مركز الاحتفالات باش يكون جامع عقبة ابن نافع، اللي الأنظار الكل تتجه إلى جامع عقبة ابن نافع. حبيت نسألك سي كمال بمناسبة وجودك معنا على صلاة التهجد، كيف تسير الأمور في صلاة التهجد في جوامع القيروان؟ يعني على إثر البادرة الطيبة التي نادى بها معالي الدكتور إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية، الذي كان ليس كالعادة في هذه السنة حيث فتح جميع المساجد والجوامع لإقامة صلاة التهجد، وهذه بادرت ناد استحسان كل رواد المعالم الدينية وكل المقبلين على هذه الصلاة، تحفيزا لهم على الذكر وقراءة القرآن وتعمير بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي تسير سير طبيعي بالمساجد التي تقام بها كجامع عقبة وغيره من المساجد والجوامع، تسير معناها سيرا طبيعيا، والناس مقبلون على بيوت الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة صلاة التهجد، والذي أقيمت هذه السنة في جميع المساجد وليس كما كان من قبل في بعض المساجد بكل ولاية. واضح. نشكرك برشا سي كمال الحواس، وإن شاء الله عيدك مبروك يا ربي مسبقا. كان معنا ربي يتقبل منا وبركم، إن شاء الله عيد مبارك على الجميع إن شاء الله. يعيشك. شكرا لك سيد كمال الحواس المدير الجهوي لشؤون الدينية في ولاية القيروان على مدنا بكل هذه التفاصيل بخصوص الاحتفالات المبرمجة غدوة إن شاء الله بمناسبة ليلة 27 من رمضان. سينو بعد شوية جيكم زميلتنا سوار بن حميدة في نشرة الأخبار، نص نهار ونص قبلها أذان صلاة الظهر. احنا مكملين معكم في ريكاب ميدي حتى لساعتين. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، انتم تسمعوا في ريكاب ميدي نحكيو على كلية الأداب برقدة. معايا في البلاتو سي حمدي البقلوتي الناشط في المجتمع المدني والمتابع لشأن العام. سي حمدي عسلامة، مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا المستمعين والمستمعات. يعيشك سي حمدي. دونك تبعنا الحقيقة، فما عدة يعني أخبار تروج على صفحات التواصل الاجتماعي تحكي على وجود يعني مشاكل في كلية الأداب برقدة، هذا
اللي خلى المجلس العلمي بالكلية يجتمع بصفة طارئة البارح ويصدر بيان يقول وإنه هذا يجي للرد على التشويش على نجاحات كلية الأداب برقادة. احنا باش نعرفوا أكثر تفاصيل وشنو الحكاية بالضبط، معنا بالتليفون الدكتور صاحبي البعزاوي مدير مدرسة الدكتوراه في كلية الأداب برقادة وعضو المجلس العلمي بالكلية. سي صاحبي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا بك، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة الحياة فام، أهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. سي صاحبي، تبعنا البيان التوضيحي اللي خرج البارح على المجلس العلمي بكلية الأداب برقادة، يقول أنه يأتي للرد على التشويش على نجاحات كلية الأداب. طبعا تبعنا زيادة أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي تقول أو يعني تروج لأخبار وأحداث قاعدة تصير في الكلية من مناوشات بين طلبة، من يعني أطراف أخرى ذات توجه يعني متشدد، خليني أقول اللي يتم الترويج وأنها قاعدة تتصرف بكل أريحية في كلية الأداب برقادة. حبينا نتصلوا بك دكتور صاحبي البعزاوي باش تعطينا وتقدم لنا التوضيحات اللازمه شنو قاعد يصير في كليه رقادة. شكرا اختي هام، مرحبا بك مره اخرى ومرحبا بإذاعة الحياه فام في القيروان. وانا نحب نشكركم بصفه خاصه على متابعتكم للشان العام ومتابعتكم لمؤسسات التعليم العالي بجامعه القيروان وبالجهه بطبيعه الحال، وهي مؤسسات وطنيه خالصه بكل المقاييس. نحب نقول لكم فقط لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان شأنها شأن المؤسسات الأخرى الراجعة بالنظر إلى جامعة القيروان قاعدة تقوم بدور ريادي وكبير ياسر، وإحنا أنفسنا فوجئنا ربما كما يفاجأ غيرنا بهذه الأخبار التي تنسب إلى كلية الأداب بالقيروان. فقط نحب نقول اللي راهو معناها الحادثة اللي صارت هو معناها تتمثل في خصومة بين طالبتين وكذلك شجار بين طالبين في إحدى مبيتات مركب رقادة، يعني لا علاقة له بكلية الأداب. وفي الإطار هذا نحب نقول اللي راهي كلية الأداب باعتبارها مؤسسة وطنية راجعة بالنظر إلى جامعة القيروان تعمل في كنف القانون والقانون المنظم لمؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وكلية الأداب عندها أنشطتها العلمية والبحثية وهي مؤسسة معناها صاعدة بكل المقاييس مثل المؤسسات اللي ربما مرت بعد الثورة اختيهم ببعض الصعوبات، والآن هي تستعيد الألق متاحة وهي حاضرة بكثافة في المناسبات العلمية وكذلك في المناسبات الثقافية. وأنا متأسف حقيقة على الكلام اللي تقال وكذلك حتى الصور المفبركة اللي تم تنزيلها وهي صور تعود إلى 2012 مش إلى 2022، يعني صور قبل 10 سنوات هذه أختي هام، معناها اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات اللي موجودة، وهذه عيب ومش أخلاقي. والأخطر سي صاحبي سامحني خليني كان تسمح فقط نقطة واحدة، نحب نذكرك اللي معناها التشويش اللي صار هي كلية الأداب تحتضن أو احتضنت معناها تيلة 4 أيام متتالية حتى أول أمس أيام القيروان السينمائية، وحضر فيها مبدعين وفنانين ومثقفين معناها من طراز عالي من تونس وحتى من غير تونس، وهم معناها في رحاب كلية الأداب العامرة بأهلها العامرة بالعلم وبالثقافة. به فما يعني كلام خطير وقاعد يتم الترويج ليه على صفحات التواصل الاجتماعي، وخلينا نوضحوه سي صاحبي باش الناس اللي تسمع فينا تكون عندها صورة واضحة زيدة. رو فما كلام على انه فما إمارة إمارة رقادة وأمير وشنو هذا الكل سي صاحبي؟ به معناها أنا مرة أخرى أقول لك راهي كلية الأداب مؤسسة وطنية وتنضبط إلى قانون الدولة التونسية وإلى القانون المنظم للمؤسسات معناها مؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي. كل شخص في رحاب كلية الأداب عنده صفة طالب، هو طالب وينطبق عليه ما ينطبق على باقي الطلبة. لفما معناها احنا انفسنا هذه عبارات شفناها ونعتبرها عبارات نابية وتستهدف كلية الأداب، وأنا أقول لك نجاحات كلية الأداب السنة الحالية والسنة الماضية
والسنة اللي قبلها، وقلت لك أنا أخت سهام راهي كلية الأداب في القيروان، هي كلية عريقة، ولكن بعد الثورة صار يعني نوع من كما تعرف يعني في البلاد التونسية الكل وفي عديد المؤسسات يعني نوع من الاستراق. الكلية تستعيد أنفاسها وهي مؤسسة وطنية وتطبق فيها القوانين بصرامة عالية، لا فما لا إمارة ولا معناها إلا العمارة موجودة والإمارة لا وجود لها. وهذه كلام أنا ما نقبلوش بصفتي أستاذ معناها جامعي، أنتمي إلى مؤسسة جامعية وخريج الجامعة التونسية، نرفض مثل هذا الكلام. وكذلك لا يصرفني الانتماء إلى مؤسسات معناها إذا كانت هذه خصوصيتها. احنا ما نجمش نكمم الأفواه شنو الناس تقول، ولكن احنا ننتمي إلى مؤسسة وأنا عضو المجلس العلمي في إدارة هذه المؤسسة، ونطبق القوانين بصرامة عالية، ومعناها كل القوانين فعلت وهي تفعل في طريقها. الكلام قلت لك اللي شفتوه وسمعتوه على مواقع التواصل الاجتماعي كلام يسيء إلى كلية الأداب ويسيء إلى جامعة القيروان ويسيء إلى الجهة وإلى مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية. سي صاحبي مرحبا بك. تفضل، مرحبا بك. احنا ما نشكوش أن كلية رقادة وخاصة بالنسبة لكلية الأداب هي مكسب لجهة القيروان وللوسط ككل. بارك الله فيك. وربما نعرفوا انه تداول وجاءوا للكليه هذه اجيال، وثم ناس يعني توا موجودين على الساحه ومروا بهذه الكليه. تراش انه نعتبروها حادثه. شوف مرات احنا نكبروا نقولوا مشكله، وهي الحقيقه هي حادثه مرت في اطار ما تشهده عاده الجامعات من انشطه ما بين مختلف الحساسيات السياسيه. تراش انه ما وقع هو هذا، لكن بالامكان تطويقه، وانه ما يوصلش الى عرك يعني ربما شهدت بعض الكليات سابقا في عبر التاريخ احداث اكثر من هكا بكثير، ما نوصلوش الى انه نهوله ونردوها الحكايه ربما يعني خرجت عن السيطره. هل انا الموضوع في هذا الاطار؟ هو معناها حادثة، أنا ما قلتش مش حادثة، هي حادثة ولكن ليست في كلية الأداب ولا علاقة لكلية الأداب بها، ولذلك أنا نعتبر ثم استهداف ممنهج لكلية الأداب. اسمح لي باش نقول هالعبارة بصراحة الآن. نعم. وبوضوح كبير، الحادثة هي حصلت وحصلت في مبيت من مبيتات المركب الجامعي في رقادة، لا علاقة لكلية الأداب به، معناها هذه هي المشكلة. يعني تم إقحام كلية الأداب في الموضوع. طبعا هذا اللي حبيت معناها سيادتكم تتمثلوه، وعن طريق إذاعتكم معناها اللائقة والمحترمة، واللي أنا نكبر متابعتها لمثل هذه المسائل من غير شك. شكرا لك. كلية الأداب لا علاقة لها بما حدث، معناها كمن جاء معناها يطلق زوجة جاره، معناها مشكل هذا، احنا ما عندناش علاقة بالموضوع هذا في كلية الأداب، وهي في مركب معناها في مبيت. ولكن مع ذلك راهو الحادثة هذه تصير، وراهي مؤسسات التعليم العالي في الجامعة التونسية استهدفت بعد الثورة مباشرة. وتعرفوا شنو اللي صار في كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة؟ نعم. تعرفوا شنو اللي صار في سوسة؟ وأنا كنت لا نذكروا به، نذكروا بحكاية العلم ونذكروا بحكاية البنية. احنا واعين به نعرفوه، واعين به كما يلزم، نعرفوا شنو اللي صار في منوبة، نعرفوا الأحداث معناها اللي صارت في كلية الأداب سوسة، وأنا كنت نائب العميد ومدير الدراسات فيها، ونعرف هذا مليح معناها، ونعرف شنو اللي صار في معناها مؤسسة في كلية الحقوق في 2013، ونعرف الهجمات اللي صارت في الساقط، يعني هذا موجود بطبيعة الحال في كليات في الكليات وفي مؤسسات التعليم العالي. المشكل فقط أنا أتساءل لما الكلية تستعيد عافيتها ومعناها تسير تدريجيا معناها في اتجاه تحقيق خطوات إيجابية ثمينة ثقافية وعلمية، وتستعيد ألقها وتتموقع باعتبارها مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، بل هي المؤسسة الأولى داخل الجمهورية التونسية. لعلم حضراتكم بهذا، معناها تأسيس كلية الأداب هي أول كلية بعثت تقريبا داخل الجمهورية التونسية، معناها في مؤسسات التعليم العالي. المسألة اللي معناها تروج على وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، عفوا لم تحصل في كلية الأداب، واحنا موجودين في كلية الأداب ولا علاقة لكلية الأداب. وحبيه سي صاحبي، نعم.
علاش يتم استهداف كلية الآداب برقادة؟ وشكون الأطراف اللي تستهدف كلية الآداب برقادة؟ وهل هناك إجراءات للتصدي لهذا الاستهداف؟ طبعا، هو البيان اللي سيادتكم شفتوه وقريتوه، البيان التوضيحي، وفيه عنوان يظهر لي واضح إلى متى الزج بكلية الآداب القيروان معناها في هالأمور هذه. شنو توا معناها تقول أنت؟ طبعا الانفلات يكون موجود رو في المؤسسات الكل، وكل مؤسسة تعالج مشاكلها وقضاياها تدريجيا، وإحنا بوعي كبير وبمسؤولية إدارية وبصفتنا العلمية وصفتنا الأكاديمية والإدارية ماضين تدريجيا باش نحلوا المشاكل اللي موجودة في كلية الآداب كيما المشاكل الموجودة في مؤسسات التعليم العالي الكل. يعني الآن أنا باش نقول لك بصراحة أخت سهام وضيفتي كريم، تعرف اللي بعد أسبوعين على الأقل معناها وزارة التعليم العالي هي تستعد الآن لهك التوزيع الأولي بتاع الطلبة الجدد على المؤسسات اللي باش ينجحوا الجدد. ومعناها الأولياء وقت اللي يسمع هاو شنو اللي موجود في كلية الآداب، هاو شنو اللي موجود في جامعة القيروان. طبعا يقول لك أنا ما نهزش ولدي غادي، شو هذايا اللي نسمعوا فيه وما إلى ذلك. وهذايا أنا نعتبره يشوش كثير على المؤسسات وعلى مستقبل المؤسسات، علما أني معناها من أسبوعين فقط قبل يعني حتى اليوم الأول من شهر رمضان كلية الآداب تنظم معناها ندوة دولية تحت فيها 14 جامعة من العالم العربي ومن أوروبا، من فرنسا، من جامعة باريس، من جامعة لومير دو، من جامعة لا سابيانسا بروما، من الجامعات العربية، من الإمارات، من العراق، من المغرب، من الجزائر، ومن الجامعة التونسية تقريبا، من كلية منوبة، من 9 أبريل، من ابن شرف، من سوسة، من صقر، كلهم في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان. ما جاوش يظهر لي يتفرجوا على المشهد اللي قاعدين نسمعوا فيه في مواقع التواصل الاجتماعي، راهي الحادثة تحدث في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي لا شك في ذلك. ولكن اللي يحصل هالشجار اللي يحصل بين طالبتين وبين طالبين في معناها المبيت الجامعي، في المبيت الجامعي لا علاقة لكلية الآداب به. لكن هذا ما يعنيش أنه كلية الآداب ما فيهاش مشاكل، لا يعني أنه كلية الآداب ما عدناش فيها بعض الصعوبات وبعض المشاكل اللي احنا معناها بصفتنا العلمية وبصفتنا الإدارية على الأقل رتبوا معناها في الأمور وقاعدين نطبقوا في اللوائح وفي المناشير وفي القوانين بشكل صارم، ومعناها حتى نغير على الأقل بعض النقاط السلبية أو غير المضيئة التي يمكن أن تمس بمعناها سمعة مؤسسة تعتبر مصدر من مصادر التنمية في الجهة. واضح، نشكرك برشا سي صاحبي البعزاوي، تحية ليك ولكل القائمين على كلية الآداب برقادة نظرا لدورها التعليمي، كذلك تحية لكل الطلبة في كلية الآداب برقادة. الدكتور صاحبي البعزاوي مدير مدرسة الدكتوراه في كلية الآداب برقادة وعضو المجلس العلمي بالكلية، مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التوضيحات. بعد شوية باش نحكيو على مشروع استثماري ضخم جدا، شنو التفاصيل متاع هذا المشروع بعد شوية في الانترفيو دي جور. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، انتوما تسمعوا في ريكاب ميدي، مواصلين معكم حتى لساعتين. وصلنا لوقيت الانترفيو دي جور باش نحكيو عليه اليوم عن نظيف، باش نحكيو على مشروع استثماري ضخم جدا جدا جدا. يظهر لي سي حمادي عنا برشا ما سمعنيش هكا على المشاريع الاستثماريه والاستثمارات ومواطن الشغل هكا، ولا عنا مديده طويله نوعا ما. في ظل الصعوبات الاقتصاديه اللي يمر بها العالم اصبح فيل نسمع انه ثم استثمار مشروع واستثمار، وثم استثمار خاصه يكون ضخم، وثم عودة إلى ديناميك جديدة تعطي فرص عمل للناس واللي هي مطمح، واللي هو في الحقيقة المفروض راهو نكبت عليه الحكومات الكل، لكن شفنا أنه ثم شوية تخلي رغم أنه كان دائما من الوعود في الوعود الانتخابية الموضوع هذا كان موجود موجود في الحملات الانتخابية تشغيل مواطن الشغل.
ولكن بعد للأسف الشديد يعني نلقاو الواقع حاجة أخرى. ما نحبش نطول على ضيفي تسامبلمون. المشروع هذايا حسب التصريحات فإنه باش يوفر 500,000 موطن شغل بقيمة 80 مليار دولار باش يصير في تونس. وقتاش وكيفاش وشنو التفاصيل الكل تدسويت مع ضيفنا السيد عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام في الانترفيو دي جوغ. انترفيو دي جوغ. عبيد البريكي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكافة مستمعات ومستمعي إذاعتكم. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. شكرا على الدعوة. مرحبا، يعيشك، بارك الله فيك. عبيد البريكي، لو كنت تعطينا هكا فكرة وتفاصيل إضافية بخصوص هالمشروع الضخم هذايا اللي إن شاء الله حسب التصريحات متاعك سي عبيد باش يوفر 500,000 موطن شغل. طيب، هو صعب لواحد يسجل حاجة من الأول. قداش سلوككم ممتاز في التعامل مع الفكرة، شو معناتها؟ معناها الغريب في الأمر في بلادنا أنه فما ناس في اللي بلاتو شنو تبدا تحلل في حاجه ما طلعتش عليها وما سالتش عليها لفصول اللي يعتمدوا معطيات معناتها مغلوطه وما عندها حتى علاقه بالبروجي، وطبيعي جدا الحكم يكون مغلوط وفيه برشا معناتها تطفل الى اخره. انا تبعت الاذاعات ان تجي اذاعه وتسال على الاقل من بناء الموقف ولا تقييم الفكره ولا البروجي يكون قائم على معطيات مادية ملموسة. هذه الملاحظة الأولى في المدخل. الملاحظة الثانية، البروجي هذا أنا راني كمواطن تونسي مش حتى كسياسي عرفته، لكن علاش تم الاتصال بي من مواطن تونسي ما نذكرش الأسماء زايد، هو اللي تقريبا ينسق مع البروجي هذا، وكان يلاحظ اللي أنا نتصل برئيس الدولة وقلت راني على اتصال نحكي وحب يوصل البروجي هذا مع الرئيس الدولة. يا هل ترى المبلغ هذا كما قالوا خيالي، واحد يقول 11 يعمل لنا 11 درجنو متاع نووي الى اخره، الرقم واقع في المشروع. نبدا بهذا. نعم، المشروع هذا ب 80 مليار دولار، وكما كان يحكي السيد تو ما سمعتش اسمه سي حمادي البقلوت، سي محمد، راهو بلادنا في حاجه وفي المرحله الحاليه الدقيقه اللي نمر بها واللي فيها الاستثمار تراجع عليها تبابة ولأخرى، معناتها المفروض الجري وراء استثمارات وإلا على الأقل التفاعل مع مقترح الاستثمارات الكبيرة اللي تنجم تغير وجه البلاد. هذا الأصل. علاش نقول في الكلام هذا؟ نربطوه حتى بالفكرة. بلادنا إذا كان يلزمها بناء جديد يلزمها بناء منوال آخر يتجاوز النقائص السابقة اللي عشناها واللي كانت تقريبا ميزة تاريخ تونس بصدمات اجتماعية كبيرة. كي ترجع للتاريخ اللي يقول تونس يقول صدمة اجتماعية كبيرة في 78، صدمة اجتماعية كبيرة في الخبز في 84، الرجع الكبيرة في هروب النظام السابق، هذا كله ناتج على حاجة اسمها التوزيع غير العادل للثروة. الديمقراطية في الوضع الاجتماعي ما كانتش، ولك علاش كانت فما جهة تعبة والناس تعبانين إلى آخره. باش تبني جديد شو معناتها؟ يجب تحط في بالك اللي جاي يجب يتبنى على قاعدة توزيع عادل للثروة. الثروة ويني ما عندناش باش نوزعها. يصبح التفكير يجب ينصب كيف يمكن أن نؤسس لمسار يخلق النمو ويخلق الثروة لنتقاسمها وقتها بشكل أو بآخر، مش بشكل اشتراكي خاصة في الديوتوبي في إطار توازن اجتماعي. دونك معضلتنا في تونس غياب الديمقراطية الاجتماعية اللي تتطلب باش تمشي لقدام، معناتها العمل على توزيع الثروه بشكل معناتها عادل، وهذا يتطلب استثمار. هذا الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه المهمه، الى جانب غياب الديمقراطيه في هذا الاجتماع سياسي غايب، لانه وقتاش اهتز نظام بورقيبه يرحمه مثلا وقت اللي طرح مساله الرئاسه مدى الحياه، الى جانب الهزات الاجتماعيه الاخرى، بن علي وقتاش تعب برشا وقربت نهايته، وقت اللي طرح تنقيح الدستور، بلادنا تحتاج لهذوما الزوز. باهي البروجي هذا يوفر 80، معناها مش باش يعطيهم فلوس، هذه استثمارات ب 80 مليار دولار. نعم 80 مليار دولار. الناس مشات في بالها اللي 80 مليار دولار في العام الاول طيب باش يبدا هيك وفي لحظه باش يخلق 500,000. لا، البروجي هذا يدوم الى سنه 45 وفيه مرحله متاع تهيئه فيها كلفه بنسبه 5 مليار دولار سنويا، معناها بالنسبة للتهيئة من الأول
وبالنسبه للاجراءات خاطر بروجي كبير لازم تهيئ له شنو الاستثمارات الصناعيه اللي باش يعملوها اللي منها معمل نتاع كيا معناتها. وعلاش اختاروا تونس؟ وهنا نحل القوسين من جديد لان هذا السؤال توجه لهم. انتم تلوجوا في العالم على الاستقرار السياسي والامن الاجتماعي، احنا تو ما عندناش، انا عندنا مشاكل سياسيه مازالت ما تحسمتش، والامن الاجتماعي عندنا توترات اجتماعيه في فمها تضربات ناس علاش علاش؟ قال لا احنا ما نلوجوش على هذا، احنا نلوجوا لنا الموقع الجغرافي نتاع تونس. ثانيا جربنا قبل مع الحكومات السابقه وذكر لي اسماء يا اخي هبطت علينا الناس، هذا اعطيني وهذا اعطيني اتسترا. المناخ اللي يبدا فيه فساد ورشوه ما ينجمش يشجع المستثمر. يقولوا اللي يختلف دونك الى جانب الموقع الاستراتيجي التونسي اللي تحل على افريقيا اوروبا، المناخ الجديد شجعنا على انه نعاودوا نطرحوا الفكره هذه وباكثر تفاصيل. عنده مكتب كامل ما نجمش نحكي في كل شيء، لكن من الحاجات اللي فيه سانك زون فرانش معناها ماهوش فيشيش من الشمال برك، هذا البرنامج ممتد على الشمال الشرقي والغربي والجنوب الشرقي والجنوب الغربي بحاجات ملموسه. في دي بروجيكسيون مش راهو في البطاله برك، معناتها باش توصل في حدود معينه نسبه 3% ما عمرها صارت، معناتها والخلق نتاع فرص العمل كل سنه 25 كل ست شهور 25000 موظف شغل كل ست شهور فوالا هذا بالارقام. نعم هذا يعني بالارقام فوالا 50000 مع بعضهم هذا ما تشيش كل عام 50 كل عام 50000 موطن شغل كل عام كل ست شهور 25000 بالديريكت والانديريكت. وانت توا قلت لنا سي عبيد اللي هو في الشمال الشرقي والغربي والجنوب الشرقي والغربي، فماش في الوسط بعض المشاريع اللي باش تتبعث في اطار هذا المشروع؟ اكيد اكيد انا ما نحكيش اكيد انا ما نحكيش على التفاصيل. هو شاملو اخذوا مثلا الميزان التجاري كيفاش باش يجرى له في السنوات الجايه دي بروجيكسيون، اخذوا التوت كروسونس كيفاش باش يتطور، معناتها اخذوا لومبلوا بديغرافيك قدامي خاطر نقول لكم نحبش ندخل في التفاصيل معناها بحاجات عمليه معناتها مدروسه فهمت. و انا يقولوا هاو وين باش نوصلوا المستقبل. الملاحظه الثالثه التمويلات كما قلت لك مش فلوس وفما بنوك سويسريه وبنوك من برا هي اللي باش تمول البروجي هذا، لانه هذه خذوا اسمها عندكم على الاقل حتى اللي يحب يدخل اول مره نعطيه على السيت ويب نتاعهم يتبعهم شكون. هذا بيس سيتي وورد سمارت سيتي ماستر ديفلوبر، هذا بيس سيتي بوان وورد اللي يدخل على السيت ويلقاهم شنو هذوما. الملاحظه الرابعه معناها من الاسماء اللي فيهم فما واحد استثمر يظهر لي في تونس قبل، هذا التكابري معروف في السعوديه. انا قلت التكابري واحد كتب قالوا هذا السعوديه وش بيه هذا تقدم يحكي الاستثمار المطر شنو السعودي تي الاستثمارات الموجوده في تونس مليء بما من كل حد من وصاوب استثمارات صغيره. الاستثمار الاخراني نتاع بوخاطر رغم انه يختلف لانه فيه مدن قاره وتسترى، هذا مش مدن معناتها قاره، فيه استثمارات صناعيه منجه هي اللي باش في تطوير النمو. هذا فيه تقريبا اربعه ولا خمسه مدن، في مدينه سياحيه وفي مدينه تثقيفيه وفي مدينه ترفيهيه وفي مدينه علميه وفي مدينه صحيه، معناتها قلت ولا ما قلتهاش خمسه هذوما معناتها باش يتم تركيزهم وموجودين. المدينه الصحيه مش نحكيو على التاريخ سي عبيد، المدينه الصحيه مش هي نتاع مدينه الاغالبه صحيه؟ لا 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 لا, لا 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 هو التكابري هذاك يظهر اللي متدخل في موجود في الفريق، هذوما فريق كامل نتاع مستثمرين عاملين المؤسسه هذه للاستثمار العالمي يدرس المواقع ويختاروا وين 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 يستثمروا. ما يا سيدي ماهوش افشاء سر، احنا نعرف حساسيه ومبدئيه الموقف من فلسطين. سالته السيد قلت له معناتها هذوما بالكش شبكه عندهم علاقات باسرائيل وما نعرف شنو، من اللي سيدي نتاعهم؟ واحد من امريكا هو المدير العام نتاعهم، السو ديريكتور هذا من السعوديه، فيهم واحد من الامارات من هكا اللي عملوا المدينه نتاع الامارات يبدو لي ولد عم المسؤول الاول، فيهم واحد من الهند، معناتها الناس معروفين. تقول لي شو تربح تونس تو؟ تربح التشغيل وتربح النمو والديريكت فيها اللي باش تربحوا بيان سور الضرائب، لانه المؤسسات اللي باش تنتصب باش تدفع الضرائب. ثم 20% من المرابيح تمشي مباشره لميزانيه الدوله. مباشره. يعني مشروع كلمت الرئيس كلمته قلت له ترى مشروع هذا معناتها اللي صاير في مصر تقريبا في المشاريع الكبرى هذا راهو اكبر منهم، راهو 80 مليار دولار مش حاجه مش لعب. السيد الرئيس لازم يدرس، قا
قال لي عندي عليه علم وموجود فلان يدرس فيه ترى وان شاء الله نجربوا به نجربوا به حتى لتوا ما حد شيء. هذاك علاش قلت انا في الاعلام يا ناس ادرسوا هالمشروع هذا يا ناس رانا محتاجين المشاريع كما هيك. هذا مشروع يجي 1 مليار لكن اعتقد وهذه الملاحظه باش ما نسلسلش عليكم برشا انه البارونات في كل بقعه البارونات نتاع محاوله التحكم في الاستثمار في تونس مازالوا ضربين الطابة حتى توا بعد 25 جويليا سي عبد البريكي. نعم حتى توا بعد 25 جويليا طبعا هو مازال ما تصلحتش لانه البوار برشا والحفر برشا مازال ما تنظفتش يا اخي. اللي صاير توا في الاسعار كيفاش طلعت في ظرف معين الا ما تمت مقاومه الاحتكار الى اخره يا اخي معليش الاسعار تهبط ودنكو فما حكايه الموسميه ايه لكن فما اكل اللي يعمل سمعتوا به في المستير اللي عامل بروجي نتاع شو اسمهم مشات التونسيه معناها اللي تستهلك اقل ماء واقل كذا ترى واقل ديزونغري هبطت عليه وزاره الفلاحه قالت له لا حبس. ومن بعد وقت تكلمنا فاقوا وقالوا له يخدم على روحك ما فما بارونات اللي تستورد توا في البذور المواد الكل راهو وضعيا نعيشوها صعيبه برشا. وك علاش عمليه حتى الاصلاح نتاع البلاد مازلت هذا انا لا استبعده انه فما شكون سواء كان بشكل معناتها كيفاش يقولوا فيها عميق من الناس قاعده تعطل ولا اللي تاحوا في اللعبه نتاع تحويل هذا المشروع من غير ما يعرفوه الى 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 محل تندر. اوه شنو هذا حلم وهذا ما صارش في الدار شنو ترى هل الطرق هذه كل ما تنجم تساهم الا في عمليه التعطيل والا فما ناس من اللي متمسكين ما قبل 25 جبيله وللاسف خاصه حركه النهضه تسمع يعلق شنو هو الكذب هذا وشنو هندر شنو معناها عن جهل يتم الحكم على مشروع كهذا. انا نزيد ناكد بحكم اني جربت في الاتحاد جربت في الوزاره حكمت في ظرف معين ويا ريتي ما حكمتش هذا مشروع اعتقد انه معناها محدد في الخروج من كم نحن في حاجه الى مش مشاريع بهذا الشكل الى نصف معناها المشاريع هذه مش المشروع هذا بالكامل. به سعبيد سؤال بخصوص يعني لقائك مع رئيس الجمهوريه اللي قال لك الموضوع في بيليبي وقيد الدرس قداش باش تقعد يعني هالدراسه هذه وقتاش احنا نجموا نشوفوا هالمشروع على ارض الواقع معناها نشوفوه معناها وهو يتركز على ارض الواقع من وقتاش؟ انا ما نعرفش وقتاش انا حكينا على المشروع بالتليفون مش في المقابله هذيك لكن للاسف في الحكومه الحاليه مازلت معناها بقدر ما الرئيس ماشي في الجوانب السياسيه والحوار واكيد جدا باش يتموا الاستفتاء الى اخره المسار الاجتماعي والاقتصادي في وضع سيء جدا لأن الحكومة اقتصرت على قانون مالية ما يختلفش على قوانين المالية السابقة وهذا ما هو باش يفعل إلا أنه يغرقنا معناها في حاجات أخرى. مشروع كما هذا كي ينطلق وبعد ما يتم الحوار عليه والإمضاء وعرضه في نصف يوم يحضر الإعلاميين يحضر الوزراء تحضر يعيطوا لهم الوفود راهو سي تريز امبورتون حتى في علاقه المفاوضات مع الفامي يا رسول الله. انت تقولي بها المؤسسات باش تبر نقول لك انا عندي بروجي نجم نخلصك لاحقا بالطريقه هذه انا راني ماشي باش نصنع توت كرواسونس كذا كذا من خلال 1 2 3 4 تولي انت تجر صندوق النقد الدولي الى ملعبك في التفاوض مش يجرك هو من الاستاد نتاعه. تحب نعطيك بيعه تحب نعطيك النقص الدعم ولا حلو تحبنا هذا الخطر اللي احنا عايشينه ما فماش تصور اقتصادي واجتماعي يستند الى بعض المشاريع ومثلا المشروع هذا اللي خلينا في موضع مريح حتى في التفاوض مع المؤسسات الماليه الدوليه غايب التصور. اهلا وسهلا مرحبا سيدك. مريت بمراحل طيل حياتك سواء في العمل في الاتحاد او على مستوى الوزاره واليوم يعني على راس حركه يعني سياسيه. تراش انه في تونس على امتداد فترات كبيره ما نخليوش جانب اقتصادي يكبر. احنا نحبوا دائما الشعب ضعيف ومد يده باش نجموا نسيطروا عليه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تراش انه جاء الوقت انه ما عادش بقى للمؤسسات الصغيره فقط، يلزم تونس تدخل في مجال الشركات الكبيره هذه اللي عندها سيطره. في المقابل تجربه سماء دبي ما زلنا نذكرها الى اليوم،
الخوف كل الخوف، لأنه نفس الشيء نفس البارونات اللي ترماو على سماء دبي وشراو وحبوهما يسمسروا، اليوم غدوة مش تلقاوهم في أماكن خاصة وراء الستار، ما هوش في الحكومة ولكن عندهم تأثير على الحكومات. ما رأيك؟ ممتاز جدا اللي تقول فيه، معرفة من حيث الحكم مش مجاملات لكن ممتاز جدا. علاش؟ أنا السؤال الأولاني يحيني على حاجة، ثم برشا قوى هدفها إضعاف الدولة. إذا الدولة ضعيفة وهذا اللي وصلنا له، دولة ما هيش قوية، أنا هما القوى هذه. ثم القوى الخارجية اللي من زمان تسعى إلى إضعاف الدولة على خاطر الدولة الضعيفة تمكنهم من 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 إملاء شروطهم كما يحبوا. في ظل دولة ما عندهاش سيادة، ما عندهاش قدرة، يلتقيوا مع شكون؟ مع البارونات الداخلية اللي تحب تتحكم. ما ينجموش يتحكموا أمام دولة قوية بإنجازاتها الاجتماعية. وما تنجم تكون دولة قوية بإنجازاتها الاجتماعية إلا ما تكون دولة تصنع في الثروة باش تنجم تعمل إنجاز اجتماعي. الثالثين أيضا اللي عندهم مصلحة للأسف وما هوش يسب، نتكلم بلا سب، هي حركة النهضة، الإسلام السياسي بشكل عام. الإسلام السياسي أيضا من هدفه دولة ضعيفة، لأنه بديلهم مش الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، بديلهم نظام الخلاف اللي عنوا عليه من نهار الأولاني يبشروا بالخلافة السادسة. يعني التقى علينا الإنس والجان باش نعيشوا الوضع اللي تقول لي ما شنو هو المطلوب، ونقول لك المطلوب إرادة سياسية قوية اللي للأسف بعد 25 جويلية ما حسيناهاش قوية. التباطؤ اللي تم بعد 25 جويلية في إنجاز أو الدفع نحو الأهداف اللي ترسمت واللي هي مكافحة الفساد الإداري والمالي ينخر في البلاد وقاعد يأثر على كل مسارات الإصلاح اللي تخرجنا، اللي هو الجانب الأمني اللي قاعد مسكر. والمفصل الثالث المهم، ما تنجمش تعمل هذوما بلاش قضاء مستقل فعلا للمستثمر ديما يلوج عليه. والجانب الرابع الأكثر أهمية، اش باش تعمل في العودة إلى مطالب الثورة، هاكي الكرامة اللي كلمتين معها، حرية وعدالة اجتماعية اللي مثلها الشغل. في الحرية تقدمنا، الحرية وعدها ما تنجمش تعمل حاجة كبيرة إذا كان البطون فارغة. والثورات الكل في التاريخ صحيح قامت على الحرية لكن في الأصل على الجوع، احنا ما قدمناهاش. دونك برشا اعتبارات كما كنت أحكي بالضبط تقريبا منها أدت إلى دولة ضعيفة غير عاجزة عن اتخاذ قرارات تمشي في الاتجاهات. مشروع هذا إذا كان ما تمش القفز عليه تمشي بلا صغرى ونقعد نتندبوا إن شاء الله يا ربي يمشي. هذا ما يقول لك أنا اخترتك موقع استراتيجي، اخترتك مثلا بشكون يبتزني قبل يبتزوني بالاسماء عندي، اعطاهم لي بالاسماء لكن في ما يجيش. ورغم ظروف البلاد السياسيه والاجتماعيه والكل، لانه معناها باش يحبوا يعملوا هذا المشروع في تونس. سامحني كيفاش قلت لي؟ قلت لك ورغم زاد الظروف السياسيه في البلاد. طبعا ما عندناش خيار، ما عندناش خيار. تونس محتاجه الى مشاريع تسهم في خلق الثروه باش نجموا نعملوا العدالة. بسيطة العملية ده، انت تقول اي نعملوا العدالة الاجتماعية وباش نعملوا منوال تنمية يقوم على كذا باش. حكاية المؤسسات الكبرى، انا نعطيك مثال في التاريخ، نعم نحتاج الى مشاريع كبرى ومؤسسات كبرى. كنت ترجع التالي علاش كنا نشغلوا ما فماش برشا مشاكل، خاطر كانت عندنا اقطاب مشغلة في اقتصادنا قبل، اللي يقول القسرين يقول السليلوز، اللي يقول منزل برقيبة يقول الفولاذ ستيل، اللي يقول ما نعرفش انا القزرين زاد يقول ما نعرفش انا جهات اخرى هو ستيل في الجنوب وفي برشا اماكن. صح، هاك المؤسسات في اطار اصلاح الهيكل اللي تفكروه مع بعضنا سكت وتعوضت بمؤسسات صغرى متوسطه باش هي تولي تشغل. رصيت ان نسينا مشيتنا ونشينا جديد وما نجمناش نلقاو رواحنا. لابد من اقطاب كبرى مشغله، ما فماش نقاش، لابد من استثمارات كبرى. المؤسسات الصغرى المتوسطة تعاني في صعوبات وزاد كملت على برمتها الكورونا، رانا في وضع خطير. وإذا استمر للأسف الأمور تنبأ بانفجار اجتماعي آخر، وقتها يا خيبة المسعى. مع التكالب الدولي من كل بقعة، مع أنه بلادنا سامحوني ولت مفتوحة، اللي يجي يدخل يعلمنا، جاو شيوخ الفتنة يعلموا فينا في حاجات أثروا فينا وهتكونا ويعلموا فينا في حاجات خايبة. بعدها ولوا الفرنسيين الاتحاد الاوروبي هابط مرحبا بيهم، لكن تجيني انا كحزب ولا كمنعش انا منظمه تستنطق فيه على تونس، تونس انا ولا بها ولا بالحديث عليها. السلطه الرسميه تاكورد وتقبلهم،
شبينا انا ما دخلناش في شؤونكم في اللي الصمت اللي عاملينه فلسطين عليه. احنا شعب مزمر صغير ضعيف، ما عندناش قرار سياسي، ما عندناش موقف. شبينا ما سالناكمش على جيلي جون اللي تضربوا فيهم، وقلناش انتم ماكم ضربين الديمقراطيه في بلادكم. شبيكم جايين احنا ما مشيتوش لمصر؟ شبيكم تمشيش للمغرب للجزائر؟ لانه احنا حلينا لهم الباب واحنا استقوينا بالاجنبي. علاش؟ سامحني قلت لكم من الاول مرمات كبيره والحفر كبيره ومستوى الدمار ادرك مرحله. اذا كان الناس تشد شرواحها وتتكاتف وتتمسك بانه شعب معناها كبير في التاريخ وقادر يصنع تاريخه برشا تضحيات، لكن تكون مقنعه من خلال خطاب يخرج به رئيس الدوله، مش خطابات نتاع تو المقتصره وقت يكون بعدها وزير، خطاب كامل. ها واحده وين؟ هاي وين نجموا معناها نمشيو؟ ها اذا كان نمشيو نفقدوا سيادتنا الوطنيه وخلي الشعب ولا يستوعب ويفهم شيء. سعيد البريكي معناها فوالا، معناها نفهم من كلامك وانه اليوم يظهر لي الدعوه لحوار على الطاوله. يجمع الأطراف الكل من منظمات، من أحزاب، خليني نقول من المجتمع المدني، رئيس الجمهورية، الحكومة، هذا ضرورة اليوم تراه سي عبيد. باهي، خليني نقول لك حاجة. الحوار باهي ديما باهي. لكن مع شكون وكيفاش؟ إيش معناتها؟ توا هذا الدعوة إلى حوار الناس كل فيه وما نعرف شنو، الرئيس حر يدعو اللي يحب، احنا ما نقولوش ما تعيطش ولا عيط، لكن احنا تصورنا. البلاد مقسومة اليوم للأسف. بين ناس متمسكة ب 25 جويلة مستعدة تعمل حكومة موازية وبرلمان موازي. وبين ناس أخرى يقول لك التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة. ولا سوسيتي نو سوديغرات جامي كيما قالوا سو. 25 جويلة هو القطع ما منظومة العشر سنوات وحتى اللي قبلها. والتأسيس لتونس واحدة أخرى. الناس هذوما جماعة 25 جويلة مش كلهم متفقين. فما اللي يقول لك نظام قاعدي اليوم والتصعيد، فما يقول لك لا انتخابات تاع مجلس نواب انتخاب مباشر من الشعب. فما اللي يقول لك الأحزاب ما عادش عندها دعم، يقول لا هذوما المختلفين هم اللي حاولوا. الغالب هذاك هو. والتصريح البارح سي عبيد البريكي نتاع السيده ناديه عكيشه المديره السابقه لديوان رئيس الجمهوريه البارح وخرجت قالت انه تم الاستيلاء على مسار 25 جويليه ممن، خليني نعاهد الكلمه اللي قالتها، ممن لا شرف له لا دين له لا وطنيه له. زاد ليتها قالت هذا عندما غادرت القصر وقدمت استقالتها من الاول. لما يتقال توا باهي يا سيدي، بحره تقول اللي تحب في الجو هذا اليوم. لانه تعرف نقول لك حاجه، اللي ما يسرعش في اتخاذ الاجراءات يخلي الفرصه الاخر باش يكبر، واللي ما يسرعش في الانجازات الاجتماعيه يخلي القدره للناس الاخرين باش تعبي الفراغ الموجود. اللي صاير تو في تونس هو هذا. هذوما الكل اللي تشوف فيهم، حتى اللي يدعوا الحكومه تو موازيه واللي ماشيين قدام، وسمعوني اكيد تفهموها الفكره هذه، اللي يحبوا ديما يحاولوا معناتها العركه مع التوجه ولا مع المسار، لانه احنا مع مسار من عركه جزائيه معناها نتاع ملفات نتاع قضاء الى عركه سياسيه باش ما تجبدش الملفات نتاعهم، يعرفوا اش يعملوا. لكن للاسف البطء خلى لهم الفرصه هذه. ولا اليوم كل واحد يلقى فرصه بعد ما كان يقول والله 25 جويله ضروري بما فيهم حركه النهضه، واليوم يحبوا يرجعوا لقدام. المعركه بين معناها التناقض الجوهري سامحوني الموجود بين الناس تحب تمشي لقدام على قاعده الاهداف المرسومه وناس تحب ترجع لتاني، هذه هي معناتها المعركة. اللي يقول انقلاب شو باش تفاوض معاه؟ شو باش تحاور معاه؟ إذا كان عملناه بالطريقة هذه شنو النتيجة؟ باش نسقطوا في محاصصات أخرى، وباش نقصوا في حكومة إنقاذ أخرى، وباش نقصوا في توافقات أخرى. تونس تحتاج إلى اتفاق بين المختلفين ثانوياً في كيفية إخراج البلاد مما تردد فيه طيلة السنوات السابقة. واضح، يعيشك سي عبيد البريكي، ربي جريها على الصلاح كما نقولوا. ونفس محمد ولا مش نجابل معناها الأسئلة اللي هو طبعا أسئلتك أنت، لكن الثلاثة نقاط اللي ذكرها في الأخر تلخص الوظائف. يعيشك سي عبيد. يعيشك وربي يعينكم. يفضلك سي عبيد البريكي الأمين العام لحركة تونس. إلى الأمام جزيلة شكر ليك على تدخلك معنا، يعطيك صحة. عنا بعد شوية باش نحكيو على زيارة عبد الحميد دبيبة إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. أنتم تسمعوا في إذاعة اللحية فم في ريكاب ميدي وقاية ديفير نيوز. ديفير نيوز.
في ديفيغ نيوز لليوم نحكي على زيارة عبد الحميد دبيبة إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى، وهذه الزيارة تدوم أسبوع كامل. معنا بأكثر تفاصيل المحلل السياسي وأستاذ العلوم الجيوسياسية بجامعة منوبة السيد رفع أطبيب. سي رفع أطبيب عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك في كل مستمعات المستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ليعيشك لتقديم قراءة حول هذه الزيارة. مؤخرا الدبيبة عاد من الجزائر، تقريبا زيارته إلى الجزائر لم تدوم إلا سويعات يعني قليلة، ولكن زيارة رسمية تدوم أسبوع كامل للدبيبة في تونس. واسمح لي سي رفع طبيب أني نقرأ لك الوفد اللي جاي مع الدبيبة، دونك معاها رئيس الأركان العامة محمد الحداد، رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العايب، وزير الداخلية خالد مازن، وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، وزير الثروة البحرية عادل سلطان، وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد، رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، أمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، أيضا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل عامر، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي حسين، مستشار رئيس الوزراء أحمد علي وإبراهيم علي، ومدير عام مصرف الساحل والصحراء أحمد الترهوني، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الطاهر البعور، ورئيس لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج أبو برك محمد، والناطق باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، وستة مرافقين آخرين. هذا الوفد رفيع المستوى ماذا يعني، خاصة وأن هذه الزيارة تدوم أسبوع كامل في تونس؟ والله يفهم العديد من الملاحظات اللي عبد نجم يسوقهم على هذه الزيارة. الملاحظة الأولانية، علاش أسبوع كامل؟ في الأعراف الدبلوماسية المسائل هذه معناها غير معتمدة. ثانيا، السيد دبيبة اللي يأتي اليوم إلى تونس، وهناك انقسام واضح في ليبيا. سيد دبيبة ما يتحكم في بعض مناطق طرابلس وبعض مناطق الغرب الليبي، كل المناطق الأخرى في ليبيا خارجة على السلطة نتاعو. نعرف اللي مثلا الشرق الليبي والجنوب الليبي وحتى مناطق ما نعرفني حتى داخل المدينة نتاعو اللي هي مدينة مصراتة، معناها فيها انقسام كبير. بالتالي لماذا يأتي سيد دبيبة بكل هذا الطاقم؟ أولا ساعة ما تقول لي أنت رئيس الأركان الجيش الليبي، أنا أي أركان متاع الميليشيات الليبية اللي تعبت في المنطقة الغربية؟ هل هناك جيش في المنطقة الغربية أصلا؟ معناها يبدو أنه من الواضح أنه هذه الزيارة عندها عنوان واحد فقط، أنه بعد الاعتراف الضمني واللي ماهوش معناها بالوضوح اللي نصوره من الطرف الجزائري بشرعية حكومة دبيبة، يأتي السيد عبد الحميد دبيبة إلى تونس من أجل افتكاك اعتراف بحكومته من طرف تونس. ولهذا لتحقيق هذا الهدف يبدو أنه ما سيحاول تقديم بعض الوعود اللي أنا أعتبرها وعود كاذبة. هذا الشخص لم يصدق مع الشعب الليبي، فما أدراك ما نافني في صدقه مع الشعب التونسي. سيحاول يقدم بعض من الوعود الكاذبة وسيصفق الجميع، ومعناها سنعتبر أن ليبيا قادرة أن معناها تساعد تونس في الخروج من أزمتها الاقتصادية اللي أصبحت اليوم كابوس نعيشها في تونس، وفي نفس الوقت سيحاول يلقى بعض الاتفاقات الأمنية معناها مع تونس، في حين أنه معناها هو غير قادر أصلا أنه يلقى حلول حتى داخل لجنة 5+5 الأمنية في ليبيا. بالتالي شخصيا أنا لا أؤمن أصلا بأهمية هذه الزيارة، بل أكثر من ذلك معناها فهمني قد تعمل هذه الزيارة في حال الانقسام الداخلي الليبي أنه تجعل تونس محسوبة على طرف ضد طرف آخر. وذكر لهنا لأنه يبدو أنه في تونس ننساو ياسر في علاقاتنا بليبيا، ذكر اللي الناس كانت تطبل في وقت من الأوقات وتقول السيد فايز السراج هو الممثل الشرعي إلخ في طرابلس وفي ليبيا، ولكن تبين الكشف اللي السيد هذايا فهمني انسحب انسحاب مخزي، لم يعد أصلا معناها موجود
كان معناها فهمني كابوس على الشعب الليبي، دخلوا معناها فهمني في حروب وفي صراعات معناها لا تنتهي. نفس الشيء اليوم مع سيد الدبيبة اللي معناها البرلمان انتخب حكومة أخرى غير هو، لكن هو مازال متمسك معناها بالحكومة بالرغم اللي هو تم اعتماده من طرف هذا البرلمان. كنت أتمنى على الجانب التونسي أنه يستنى شوية حتى توضح الرؤية في ليبيا، لأنه معناها يمكن وهذه معناها موجودة الإمكانية هذه أنه يتم حسم المعركة في ليبيا المرة هذه بقوة السلاح وليس فقط بقوة معناها الحجة السياسية. يمكن أن تدخل ليبيا في انقسام نهائي، معناها تصبح معناها مصراتة دولة معناها منطقة مقسمة معناها فني، يمر منها تقسيم بين ما تبقى من غرب ليبيا وبقية معناها التراب الليبي، ونكون نحن تونس معناها لأنه قراءتنا معناها دائما مخطئة للوضع الليبي خاصة في المدة الأخيرة هذه، لأنه قبل معناها نذكر السيد الرئيس استقبل معناها فني القبائل الليبية وكان معناها دفع كبير معناها لعمل هذه المجموعات المؤثرة في ليبيا لأنها هي معناها تمثل العمق الاجتماعي لليبيا، ولكن بعد معناها تنزلنا على التمشي هذايا وقاعدين نتبعوا في الدبيبة اللي هو معناها لم يصدق في إنجاز الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021، لم يسمح للشعب الليبي أنه يختار قيادته الجديدة ويجدد بناء مؤسساته الديمقراطية الممثلة، وفي نفس الوقت معناها يتم استقباله معناها بهذه الطريقة خاصة حقيقة اللي معناها حولها 1000 نقطة استفهام واستفهام، لأنه معناها غير مقبول أن البلاد معناها فيها هذا الصراع الكبير وفي نفس الوقت معناها فين يجي السيدة عادي أسبوع معناها بين ظهرانينا. نقطة الأخيرة نحب أتأكد عليها سمحني لو لأنه مهمة، يأتي السيدة دبيبة والطائرات التركية الحربية تنزل معناها فني بشكل متواتر على مطار الوطية المحتل، وفي نفس الوقت هناك مجموعات من الإرهابيين اللي تم استبعادهم من العمل السياسي في ليبيا وتم نفيهم حتى معناها فني من التراب الليبي، عادوا في المدة الأخيرة إلى طرابلس وبدأوا معناها في تحضير المعركة، إضافة أنه اليوم السيد الدبيبة أحد أهم الأذرع التي يعتمد عليها ومتحالف معها هو مفتي الدم الليبي الشيخ صادق الغرياني الذي كفر الشعب التونسي وكفر جزءا كبيرا من الشعب الليبي، وهو اليوم أحد الأبواق الأساسية المدافع على سياسة السيد الدبيبة. سيرفع من اللقاءات المبرمجة أنه دبيبة باش يلتقي رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيلتقي أيضا رئيسة الحكومة نجلة بودن، ولقاءات ثنائية أخرى بين الوزارات التونسية ونظرائهم في ليبيا، وهذه الزيارة تأتي لحشد الدعم خاصة بعد زيارة دبيبة إلى الجزائر. هل أولا ماذا ستقدم ليبيا إلى تونس من أجل حشد هذا الدعم، وثانيا هل هذا سيسجل على أنه اصطفاف إلى الدبيبة في ظل خصومة يعني مع بشاغة والوضع في ليبيا؟ سيقدمون الوعود الكاذبة، الوعود المالية الكاذبة باش يقولوا توا باش نصفيوا الحساب مع المساحات التونسية معناها اللي تسال معناها مئات المليارات للجانب الليبي، وهي حضرة فارغة معناها هذه حقوقنا معناها مش في عمل علينا مزية معناها جات بالحق عندنا دولة قوية واحد كل شيء، رانا توا معناها فهمني في القضاء الدولي ورانا خديناها أموالنا من الأصول المجمدة معناها نتاع الليبيين في تونس فهمتني، لكن أنا غالب احنا معناها على مستوى السياسة الخارجية معناها فهمني عندنا دبلوماسية بدون أنياب. نفس الشيء معناها فهمني بالنسبة للأمور الأخرى معناها فهمني فما المعابر فما نقاط العبور زاد نقاط العبور أستاذي شددها معناها الميليشيات شددها معناها فهمني معناها شددها معناها مجموعة ميليشيا جمال الغايب في معناها في معناها راس جديد ومجموعة معناها فهمني عاطف برقيق في وزن، أنا هي المعنى الأفضل تمشي تتناقش مع الميليشيات هذه خير ما تتناقش مع مؤسسات
ليس لها اي ادنى تاثير على الجماعه هذوما. معناها يكفينا معناها من الحديث على ليبيا وكانها دوله، لا توجد دوله استاذتي. معناها هذه راهو من الحديث نتاعي انا، الجميع يقول معناها فهمني بشيء هذا والحمد لله. من الكلام هذا كنا نقولوا احنا في 2014 و2015 وكتبناها في كتب وكتبناها معناها فهمني في معناها منشورات علميه، وحتى حد ما كان يصدقنا، كان يقولوا لا الطرف الليبي ما فماش حتى طرف الليبي باش تحكي معاه، وكلهم باش يكذبوا عليك، وكلهم معناها فهمني باش يعطيوك معناها وعود وهما غير قادرين انهم باش ينفذوها. استاذتي في ليبيا يحكم معناها فهمني في الامور معناها الماليه، واللي كنت اتمنى يكون موجود معناها بالحق في الوقت نتاع السيد دبيبه، فهمني كيفاش الصديق الكبير رئيس معناها فهمني المصرف المركزي. المصرف المركزي. فهمتني؟ هذا السيد هذا موجي. فهمتني؟ بالتالي اللي باش يعطيك وعود ما ينجمش ينفذها، لانه هو بنفسه ما ينجم يعيش الا معناها فهمني بالرسائل الاعتماد اللي يعطيها معناها الصديق الكبير. وهذا يفكرنا سي رفعت طبيب بزيارة هشام المشيشي رئيس الحكومة الأسبق إلى ليبيا ومقابلته وقتها مع دبيبة والوعود اللي صندوق وقتها صندوق أي الوعود هذيك اللي عطاوها. وحاجة أخرى أنت توا قلت سي رفعت أنه يعني وكأنه الدبلوماسية يعني الضعيفة يعني التونسية، وقتها زاد تم الحديث على حقوق المواطن الليبي في تونس وأنه وكأنه يعني مواطن تونسي، في المقابل إحنا سكتنا على حقوق التوانسة اللي هم موجودين في ليبيا مثلا. اي معناها وهذا مهم، معناها المواطن خاصة المواطن العامل التونسي اللي تم الاعتداء على حقوقه الى اخره، وكان احترمنا كيكا عندك المؤسسات التونسية اللي تم حرقها من طرف بين ظفرين الثوار اللي معناها تم اللي قاموا بسرقته. نعم. معناها المؤسسات التونسية في زوارة وفي غيرها من المدن الليبية. وينهم هذوما؟ وين معناها الامور هذه اللي معناها ما تمش التحقيق فيها؟ ابنائنا الصحفيين نذير معناها وسفيان وينهم؟ فهمني؟ ما هذا معناها معناها الاستهتار معناها فهمني بشخصين اصبحوا رمز اليوم معناها للجرح اللي معناها المفتوح ما بينه وبين معناها الليبيين. لكن الى حد الان كل مره اعطينا نحن معناها فهمني نعدي وروسنا في امور انا ناكد لك اللي ما عندها حتى علاقه بالسياده التونسيه. قبل معناها عندما كانت المناطق تحكم كانت معناها المهم هي المصالح التركيه والناس اللي صفقت في وقت من الاوقات للاحتلال التركي الارهابي معناها للغرب الليبي اللي اليوم هنا قاعدين نشوفوا في التبعات نتاعو معناها من تسرب للعناصر الارهابيه والعناصر المرتزقه. اليوم نفس الشيء معناها في علاقتنا بليبيا، اعطينا نحلوا المساله الماليه في اقرب الاجيال مهما كانت معناها التنازلات، في حين راهو المساله الليبيه هنكون واضحين الى حد الان لا فما لا تنسيق لا مع الدول الحقيقيه اللي عندها مصالح في ليبيا، ولنا حابين نقراوا الخارطه لمجموع ليبيا، لانه في ملاقات كنا نساندوا في السراج اللي كان يحكم في زوج الوجهات في طرابلس، في حين انه معناها كانت قوى اخرى معناها موجوده على كل امتداد الجغرافيا الليبيه. دائما كان عندنا هذا العمى الاستراتيجي في ليبيا، وهذا معناه لا يمكن ان يتواصل في المده القادمه، لانه اليوم ونعيدها للمره الالف لا يوجد خطر حقيقي على تونس الا انطلاقا من الاراضي الليبيه. سيرحب بك. مرحبا بك سي رفعت. الو يعني نشوفوا دبيبه الجزائر وجال تونس، في المقابل سي باش اغا الحكومه المكلفه في مصر تجري في يعني في لقاءات وتدعو الى حوار قد يقع في المده القادمه، في المقابل وجود روسي مكثف على الأرض الليبية، وجود تركي، يعني ثم صراع كبير. تراش أنه هذه فرصة باش نخرج احنا من هالمأزق، أن يكون لقاء رئيس مع دبيبة فرصة للدعوة لحوار يكون في تونس أو في الجزائر أو في أي مكان، ثم ايش ما نلقى حلول، خاطر توا الحل الليبي أصبح غير ممكن. المقارنة صحيحة أستاذي، معناها ما نجمش نزيد عليها أكثر. معناها الملاحظة الوحيدة اللي عندي هو أن الرئيس بدأ في وقت من الأوقات في تمشي صحيح، التمشي المجتمعي، يعني المصالحة في ليبيا تمر بالقبائل الليبية اللي هي مؤثرة واللي هي تمتلك الأرض. ضيف لذلك لا السيد فتحي بلقاغي يمثل الليبيين ولا السيد معناها الدبيبة يمثل الليبيين، هؤلاء منقلبان انقلبوا على إرادة الشعب الليبي في إنجاز انتخاباته.
موافقك. الزوز ظاهرين عارفين من سينتصر في هذه الانتخابات، والسفارة الأمريكية معناها هو السيد نولاند كان واضح معروف من سينتصر في هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالي معناها هناك خوف من هالطبقة السياسية الميليشيوية في ليبيا أنه يتم انقلاب على مصالحهم، وبالتالي خطوا هذا التخطيط معناها فهمني الواضح من أجل استبعاد سيف الإسلام القذافي. واضح مسألة واضحة، والدليل أنه لما تقدم الانتخابات وقع الطعن في ترشحه، والدبيبة كان ضمن البرنامج متاعه وقت اللي خذها الحكومة أنه يصل إلى انتخابات وما يترشحش، وهذا تقريبا ولك ثاب العهد أي. فبني وأكثر من كيكة الناس الكل بما فيهم معناها المشير حفتر، بما فيهم معناها فهمني معناها فهمني سيف النصر، كلهم مشيوا واجتمعوا معناها فهمني مع السيد معناها فهمني معناها المشير خليفة حفتر في بنغازي، وباركوا إيقاف العملية الانتخابية في ليبيا لأنهم يعرفوا اللي معناها السيد هذه سينتصر وسيتم محاسبة كل الناس اللي جعلوا ليبيا تدخل في أتون هذه الحرب التي لها بداية وليست لها نهاية منذ 10 سنوات أو أكثر. وبالتالي نحكيه على زوج مقلبين راو كيما معنا في سيد فتحي باش آخر والبرلمان المنتهي الصلوحية متاعه يعتبروا مقلبين راو، حتى سيد معناها عبد الحميد الدبيبة مقلب، ولن تكون هناك انتخابات نهائيا، سيكون هناك تقسيم لليبيا، هذا مو ماذا من المؤكد به، وإلا ستكون هناك حرب حاجة ما تنين به. سرافع اليوم شكوني من الدول ولا أطراف دولية أمم متحدة اللي تنجم ربما يكون أو تلعب دور يعني فاعل في الأزمة الليبية؟ علاش اليوم الدبيبة نشوفوه من دولة إلى دولة، يحج إلى الجزائر إلى تونس، هذا الوثيقة ولا المخطط متاع الانتخابات في الوقت اللي المفروض الانتخابات تهم الشعب الليبي، يتوجه إلى الشعب الليبي، يقعد مع يعني الأطراف الليبية المتخالفين كلهم ويشوفوا حل لهذه الانتخابات. اليوم تونس عندها أزمة سياسية معناها واقتصادية واجتماعي على جميع النواحي، أي دور تنجم تلعبه؟ الجزائر، مصر، الأمم المتحدة، يعني برشا أطراف متدخلة في الملف الليبي، هل يمكن الخروج وإلا التخفيف وإلا على الأقل تجميع الفرقاء الليبيين؟ وهذا دور شكون بالضبط؟ هذا دور في زوج مستويات، أما المستوى الإقليمي يمكن معناها أنه مثلا تونس التي لم تتورط في الدم الليبي إلى حد الآن الحمد لله يمكن أن تلعب دور، الجزائر كيف كيف لم تتورط وأن كان معناها عندها مرات مواقف معناها يصعب تفسيرها على المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى معناها الاختيارات، لأنه معناها الجزائر كانت في السراج إلى آخر دقيقة وهو معناها عميل من عملاء معناها الأتراك. معناها هناك الاتحاد الإفريقي هنا يلعب دور لأنه عنده قبول كبير معناها من طرف أوسع الطيف الليبي، ولكن قراهي معنى الدول الفاعلة والموجودة على الساحة هي الأهم، ولهنا خلينا نكون واضحين، تركيا وروسيا البقية مجرد كومبارس، لا فرنسا لا أوروبا لا أمريكا حتى حد، هذه كلها أكاذيب كبرى. روسيا والأتراك، والأتراك راهو خلافا للشيء اللي يقولوا فيه الناس أنه معناها روسيا مجدى غادي تركيا مجدى غادي بغطاء وبمعناها ضوء أخضر أمريكا، هذا كلام عاري عن الصح. تركيا تشتغل لحسابها وبين حتى في الحرب هذه الأوكرانية وحتى في الحرب معنا في شمال سوريا إلى آخره أن تركيا لها استراتيجيات واضحة وبعيدة كل البعد عن التخطيط الأمريكي. إذا بالحق إحنا عنا صداقات مع تركيا، وتركيا رأوا فيها تغير كبير جدا قاعد يصير هالأيامات تحذيرا لانتخابات معنا في السنة القادمة واللي ستشهد معنا تغير معنا جذري في تركيا. لازمنا نحاولوا مع الجزائر اللي هي صديقة اللي اسمها لي معناها لروسيا، مع مصر اللي هي قريبة معنا من الطرفين، مع الاتحاد الافريقي اللي عنده علاقات كبيرة معنا في مع روسيا، لكن ايضا معنا في بلدان قريبة من امريكا الى اخره، حتى نتمكن من ايجاد فرصة لتطبيق، لانه المشكلة مش في الوصول الى حوار، عنده عملوا 50,000 حوار الليبيين عمرها معناها ما نجموا ينجزوا حتى شيء على الارض، لانه كانت دائما هناك معناها سر تحت الأكمة. اليوم تحب توصلهم على الاتفاق، فليتفق الكبار على الأرض الليبية، وأنا معناها أقول هذا الكلام ومعناها والجرح نازل معناها، وأتمنى أن معناها يكون الحل ليبي ليبي، ولكن هذا مستحيل لأن يعني هناك ليبيين لم معناها يستبطنوا إلى حد الآن فكرة الوطني
اليوم فما عملاء في ليبيا، فما ناس صفقوا لدخول معنا الملتصقة السوريين الإرهابيين لقتل أبناء بلادهم. وبالتالي معنا المسألة مش بسيطة، رأوا معنا فهمني، ما مش مسألة معنا حوار سياسي واقتناع. سيرفع دونك نسأل زيدا، هل تونس اليوم قادرة أنها تحط على الطاولة شروطها في هذه المفاوضات نظرا لها الوفد الكبير اللي زور تونس ولمدة أسبوع، تفرض شروطها على جملة من المستويات اقتصادية خاصة على مستوى التبادلات التجارية مع ليبيا، المعابر، سفيان ونذير، النقطة هذه اللغز هذا اللي مازال يعني لسنوات طويلة يعني ما تمش البت فيه ولا التحرك فيه. هذا مش لغز أستاذي، هذه جريمة، هذه جريمة معنا فهمني، ونحن معنا أصبحنا معنا نستسهل الدم التونسي فهمني كيفاش، وإلى حد الآن نريد الحقيقة حتى وكان كانت مرة ومعنا فهمني صعيبة لكن نريد الحقيقة. وسؤالي الكبير، باهي الليبيين جايين لتونس، حضرنا ملفاتنا نحن، حضرنا مطالبنا، عندنا معطيات على معنا الوضع الليبي، هل عندنا فكرة اليوم على المالية الليبية؟ هل التوانسي يفهموا اليوم ايش قاعد يصير معنا فهمني في معناها في المصرف المركزي الليبي؟ هل عندنا معنا فهمني اليوم معطيات تقولنا هل الاقتصاد الليبي اليوم هو اقتصاد منهار ولا اقتصاد معناها قائم؟ اليوم ليبيا معناها تصدر في 800 ألف برميل نفط، يعني تم غلق العديد من معناها من الحقول النفطية خاصة الشرارة والفيل الموجودين معنا في منطقة فزان، ولكن في نفس الوقت فهمني الحكومة الليبية داخلة في مصاريف والفساد ينخر هذه معنا فهمني الحكومة ومعناها كل المؤسسات الليبية إلى حد أنه ليبيا من خمس البلدان الأفسد في العالم. هل عندنا معطيات نحن معناها تضمن لتونس أنه أي اتفاق باش نقوموا بإمضاءه معاهم باش يطبقوه وما تطبقوش انتخاباتهم؟ واضح. سي رفع أتبيب نشكرك جزيل الشكر على تدخلك معنا، المحلل السياسي وأستاذ العلوم الجيوسياسية بجامعة منوبة رفع أتبيب، شكرا جزيلا لك. هكا نكون وصلنا لختام غيكاب ميدي لليوم، نشكرك برشا سي حمد البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، تحية لأحمد المخلوفي أمنا بوخيت في الإخراج التقني، عبير في الديجيتال، أنس الهمامي في ستوندار، كانت معكم سيام حمدي من وصلنا رحلة التوا في غيكاب ميدي، نتقابل إن شاء الله غدوة في غيكاب جديدة في لمن غيكاب ميدي. متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم، غيكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فهم.